كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على صلاة الضحى وأنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين الرجاعين إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل إنه كان للأوابين غفورا، فهي من أسباب المغفرة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتين من الضحى تجزئان عن 360 صدقة. شكر من العبد لله عز وجل على إنعامه عليه بسلامة حواسه ومفاصل جسمه، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الحديث الآخر إن ابن آدم ركب على 360 سلامة، يعني مفصل، فكل مفصل عافاه الله عز وجل عليه صدقة شكر. قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك، يعني عن 360 صدقة، ركعتان من الضحى. فهذا يدل على ثواب صلاة الضحى، ركعتان تجزئان عن 360 صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم فمن تصدق عدد 360 في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. فيزحزح المرء نفسه عن النار بركعتين يركعهما من الضحى، أجارني الله وإياكم من النار وأرضنا في الدرس الأعلى مع الخيار. فهذا يدل على فضيلة صلاة الضحى. كثير من الناس يغفلون عن صلاة الضحى، يظنون من اختصاص الشيوخ والعجائز كبار السن، ولا، هذه الصلاة العظيمة. ليش؟ لأنها توقع في وقت غفلة من الناس، فتدل على كمال تعلق القلب، قلب المصلي بالله عز وجل وإنابته له، وأنه لا ينفصل عن الصلاة أبدا، ما يمضي عليه ساعتين ثلاث ما صلى.